بعد معارك متواصلة على مدى 9 أيام متتالية، تمكنت قوات الشرطة الاتحادية والقطاعات الساندة من تحرير المجمع الحكومي وسط الفلوجة ورفع العلم العراقي فوق بناياتها، فيما تمكن جهاز مكافحة الإرهاب تحرير مستشفى الفلوجة وفرض السيطرة التامة على حي نزال والقاطع الجنوبي للفلوجة. الضربات المدفعية المكثفة أرغمت داعش على الهروب وترك المناطق للقطاعات المحررة وإلحاق خسائر بصفوف مسلحيه. نزف البشرى إلى شعبنا البطل، إلى الشعب المجاهد، الشعب العراقي الصامد الصبور بتحرير الفلوجة على أيدي أبطال قواتنا الأمنية والشرطة الاتحادية البطلة. وتواصل القطاعات تقدمها نحو أحياء القاطع الشمالي للفلوجة لتحريره رغم انسحاب أعداد كبيرة منهم إلى مناطق مجهولة بحسب قيادات أمنية. تم تكبيد العدو خسائر فادحة. قبل العملية استمرت ساعة ونصف قصف مدفعي بالصواريخ والراجمات والهاونات 120 وال82. بعد ذلك بالساعة السابعة تم التقدم بأربع محاور، تم تحقيق أهدافه من كافة المحاور. المقاتلون أعربوا عن عزمهم على ملاحقة تنظيم داعش وطرده من عموم المناطق والحفاظ على ممتلكات الأهالي وإعادتهم لمنازلهم. مركز قضاء الفلوجة شارع 60، عبرنا شارع 60 وأغلب أحياء الفلوجة تحت قبضة أبطال الشرطة الاتحادية، وتقدمنا مستمر. ولا هسه يمكن ناخذ بعد جولة ذات تقدم بعد ويانا، لا راح اراويك شوف وين القطعات مستمره رغم هذا الجوردي وغبار وتراب وانعدام الرؤيه. عمر العبيدي، الحره.